السلام عليكم تلاميذي تلميذاتي الأعزاء. سنتطرق الآن في هذا الفيديو إلى مكون الاستماع والتحدث، مجال الماء والحياة، حكاية عودة النهر، الوحدة الخامسة، الأسبوع الثاني، الحصة الأولى. لاحظوا جيدا الصور، سنحاول تذكر الحكاية بالإجابة عن الأسئلة التالية: متى اعتاد عادل زيارة القرية؟ نعم، اعتاد زيارتها كل عطلة صيفية. ماذا لاحظ؟ لاحظ اختفاء النهر. لماذا؟ لأن الأزبال تغطيه. ماذا أجاب الجد عادل حين سأله؟ أجابه: أهمل الأهالي صيانة النهر وتناسوا أنه مصدر خيرهم. إذن ما هو الحل الذي اقترحه عادل؟ اقترح عادل أن يعتذروا للنهر، وذلك بتنظيفه من النفايات. إذن هنا حاولنا تذكر الحكاية. سنمر الآن إلى شرح المفردات. بانتظام معناها باستمرار، النار معناه الماء، العذب، الغزير، الجاري، العين معناها ينبوع ماء الذي ينبع من الأرض ويجري، المطر الماء الذي ينزل من السحاب، النباهة معناها الشرف والفطمة. سنمر بعد هذا سنمر الآن إلى إتمام خطاط التالية. اختفاء، إذا نوعها فهي اسم، مرادفها غياب، ضدها حضور. جملة، تركيبها في جملة: اختفاء الماء يعني موت الجميع. سنمر الآن إلى شبكة كلمة تغطي: مغطون، مغطى، غطاء، تغطية. هذه كلها تابعة لشبكة عائلة كلمة تغطي. إذن المفردات التالية في جمل مفيدة: فارط، نبيه، اعتاد. حاولوا أنكم ترمي في جملة مفيدة. سنمر الآن إلى التحويلات. لدينا الفعل رأى في الماضي، سوف تقومون بتحويله إلى هذه، إلى هو، هي، هما للمذكر، هما للمؤنث، هم، هن، أنت، أنت. ثم الفعل جرى في المضارع: هو، هم، هي، هما، أنت، أنتم، أنتن، نحن، تبع للجدول. وفي الأخير تركبون الأفعال المضارعة في الجدول في جمل: يقضي، يقطن، تغطي. سوف تركبونها لي في جمل مفيدة. وفقكم الله.